22 جوان 2022 رانا في نهج عبد الحميد بن باديس اللي نعيطوا له بالدرجه نقولوا 40 شريف، والاسم السابق هو أليكسي لامبر. وشوا لقينا واحد لابلاك ماذا بكم تمدوا لنا، شوفوا لابلاك هذه لاري بيريغو. مع العلم انه لاري بيريغو هي كيما دركا سليمان ملاح، يعني من السنسور وهبط للسويقه، هذيك هي لاري بيريغو. درك لقينا هاد لابلاك هذه لهنا، اللي عنده معلومه على هذه يعطينا المعلومه. من رغم انه البلان تاع 1951 مكتوبه هذا الشارع هذا مكتوب أليكسي لامبر، اللي هو نعاودو نشوفو هنا اللي هو عبد الحميد بن باديس. فوالا هذا من باب تاريخ المدينه، يعني هذا هو باش ما يبداوش واحد يسالو تساؤل واحد اخر. وهذيك هذا من اجل معرفه تاريخ مدينه قسنطينه. كونستانتين مافيل باج سور فيسبوك، كونستانتين مافيل شان سور يوتيوب.